حلمت خديجة بنت خويلد قبل أن يعمل النبي الكريم معها بالتجارة أن القمر يدخل إلى بيتها، فراحت حتى تفسر رؤيتها إلى ورقة بن نوفل. قال لها: إن صح ما تقولين وصحت رؤيتك فإن نبي آخر الزمان سوف يكون في بيتك. تقول خديجة: عندما قال لي ما قال ورقة بن نوفل كتمت الأمر، ولم أكن أدري ماذا وكيف سيكون هذا الارتباط. هل هي جيرة أم تجارة أم أنها زواج؟ خرج النبي في تجارة خديجة إلى الشام وكان معه ميسرة والذي كلف بمراقبته. وعندما رجعت عير قريش قالت خديجة لميسرة: ماذا رأيت؟ قال لها: رأيت العجب العجاب. فقالت له: قص علي ماذا رأيت. قال لها: منذ خرجنا من مكة وسحابة تضلل محمدا، وطلبت منه أن نتسابق حتى أتأكد أن السحابة بالفعل تضلل محمد، وبالفعل تسابقنا وإذا بالسحابة تجري معنا حتى تضلله. وكلما جلسنا والشمس فوق رؤوسنا تحت شجرة، وإذ بالشجرة تميل لتضلله إلى أن يقوم فترجع إلى وضعها الطبيعي. وعندما وصلنا إلى الراهب بحيرة في أرض بلاد الشام، حتى نزل الراهب من صومعته ونادى علي يقول ميسرة. وسألني الراهب عن محمد، فقلت له: من قريش من أهل البيت، إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فجلس الراهب يراقب محمدا ويتحدث معه إلى أن قال لي بحيرة: إن صدقت فراستي وإن تطابق ما قرأت في الكتب فإن هذا هو نبيكم، هذا ما خبرت به التوراة والإنجيل، كل الصفات تنطبق على هذا الرجل، هذا هو نبيكم، هذا هو نبي آخر الزمان. كان لابد في هذا الوقت من عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى مرحلة أخرى وهامة من مراحل حياته قبل النبوة، وهي الزواج. We'll be right back.